معي عبر الهاتف من جدة دكتور إيهاب سليمان، استشاري أمراض القلب بمدينة الملك عبد العزيز طبية. أهلا بك معنا دكتور إيهاب. في تراجع إذن بالعالم بشكل عام، يعني تحسين بهذا الموضوع. فرنسا بشكل خاص أمس كان عندنا ملف مليون شخص أقلعوا عن تدخين هناك بعام واحد فقط. تلحظون أنتم أنه في انخفاض كبير بالإصابات؟ السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم ورمضان السلام. كريم، ورمضان كريم للسادة المشاهدين. ينعاد عليك. هذا موضوع مهم، حيث أن التدخين حوالي 1000 مليون شخص كانوا مدخنين في العام 2015 ميلادي، والتدخين كما ذكرتم في تقريركم مسؤول عن وفاة 7 مليون شخص كل سنة، وتحت سن 60 سنة التدخين يزيد عامل الوفاة 3 مرات كما هو بالنسبة لغير المدخن. والتدخين مسؤول عن 15 نوع من الأورام، بالإضافة إلى ذلك التدخين سبب رئيسي من أمراض القلب والشرايين والجلطات الدماغية والشرايين الطرفية الوعائية، والتدخين سبب رئيسي للأمراض النفسية والعصبية، كما إنه يؤثر على الحالة المزاجية ويسبب أمراض أخرى كثيرة متعددة. دخان السجائر يحتوي على 4000 مادة كيميائية، وثبت أن 250 مادة منها ضارة، و50 مادة من هذه المواد هي مسببة للأورام. في طرق للتدخين جديدة وفي تقنيات إذا صح التعبير عديدة دكتور إيهاب، هل يقال بأنه أفضل يعني أقل ضرر؟ هل ممكن بأنه هيدا يكون أيضا من ضمن الأسباب، أم يعني لن تشكل بكل الحالات فرقا ملحوظا؟ هناك عدة بدائل للتدخين، مثل استخدام النيكوتين باتشيز أو اللزقات الجلدية، أو استخدام النيكوتين الكم، أو استخدام السجائر الإلكترونية، أو استخدام عقاقير طبية حديثة مثل الجام ميكس، واستخدام وسائل أخرى. وهناك بعض الدول التي فرضت ضرائب وأصدرت نشرات تحذيرية للمدخنين مثل الدول الأوروبية. يعني فعلا السجائر الإلكترونية لا تضر دكتور إيهاب؟ لا، السجائر الإلكترونية عليها كثير من التحفظات والمحاذير، وتبقى إرادة المدخن هي العنصر الغالب والرئيسي. معظم المدخنين يزعون برغبة في ترك التدخين، ولكن في نهاية الأمر لا ينجحون بسبب الإدمان على مادة النيكوتين. نعم، أنا أشكرك استشاري أمراض القلب بمدينة الملك عبد العزيز طبية دكتور إيهاب سليمان.